طيب بإذن الله هنبتدي كده الـ homework. Supply page 125. بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue. I'd like to inquire. يعني إيه inquire؟ يسأل. بصوا يا جماعة، لو قال لك ask، لو قال لك inquire، الاثنين في السؤال بمعنى يسأل، أنا عاوز أسأل. About post graduate study in Britain. نظام الدراسات العليا، خلي بالك القطعة دي صعبة جدا. فأنت إن شاء الله مش هيجي لك بالمستوى ده، هيجي لك بالعادي زي ما إحنا Certainly, but first of all. قال له yes of course I do. أنا لسه مش عارف أسأل هنا أقول إيه. قال له yes of course I do. رجع سأله سؤال، قال له since I was 10. برضه مش عارف أقول إيه. أعرف هنا بقى you will have to set for a test in English. يبقى هو but first، هو رايح فين؟ إنجلترا. يبقى في الأول خالص أول كلامه المفروض يقول له إيه؟ أيوه لا مش ليرن يوسف يا عم يوسف لا أدهم do you إيه؟ do you speak English؟ هل تتحدث الإنجليزية؟ قال له yes of course I do. سأل سؤال، قال له since I was 10. since I was 10 منذ أن كنت 10 سنوات. يبقى هيقول له إيه يا يوسف؟ how long في since، يبقى قبل since كان المفروض في have you spoken لا learning بقى how long have you been learning English. هي دي أفضل حاجة. قول لي بقى قلت إيه؟ لا مش when were you، في since ولا when did. يا جماعة since هيت، يبقى أنا عايز مضارع تام present perfect، ملهاش إلا كده، ملهاش إلا كده. لو في إجابة تانية ملهاش. سأل سؤال، قال له do you mind، يعني هل تمانع. do you mind، هل تمانع. يبقى يقول له إيه؟ yes I do. أمال إيه؟ no I don't. اشمعنى no I don't؟ هل تمانع؟ فأنا المفروض أقول له إيه؟ لا أمانع، يبقى بالنفي لا أمانع. when did you take it؟ بالدور بقى تاني. ماشي قول يا مجدي. I took it last month. حلو الدايلوج ده، محتاج تفكير، محتاج تفكير. ماشي كمل يا جاسر. When they find water, they can drink 80 to 100 liters of water in 10 minutes. انت حل الواجب؟ طب دي ايه؟ حللها ايه؟ انت كاتبها ايه؟ مش حللها؟ طب ما تقول حللها ايه؟ up to، يا دي النيلة على التناحة، تنحت ليه يالا كده؟ up to، up to بمعنى حتى، up to. I have been here since 9 o'clock this morning and it's a great and it's a been at. ماشي خليها يعني. it's it المفروض it مش is بقى. it has ال is ديت مش is دي has، فالمفروض اقول it has a been great، كان رائع. أدهم ما قلتش. The final match دي مش عليه مبني المجهول. Not the boat will be played المفروض يعني. Jack shouted خلاص ها. Grab تمسك. لا
grab the boat، شد المركب، ماشي. بعد كده 5، the A is the part of the pencil that leaves marks on the paper when you write. The thin part. سن الرفيع هو ده اللي بيسيب العلامه اللي بتكتب بيه يعني. You eat a good time by the sea with your friends and your family. You had. The boys eat across the sea. Stared. لا. أني واحدة؟ هي بعد stairs. Stared. ماشي. بس stared بمعنى إيه؟ يحضر. والمفروض يجي معاه حرف الجر إيه؟ آت. تمام؟ بس هو هنا يحضر البحر مش حتة واحدة. خلاص؟ فالبحر ده كبير. يبقى across. ماشي؟ She hasn't traveled. A. She's living next week. Yet. Anas ba. The central heating has been on A since October. No decision will be made until we know all the facts. Al haqa'iq. Facts يعني إيه؟ حقائق. طيب دي مبنية للمجهول برضه. لا دي ها وي عادي. وي تبقى ايه؟ اي. كمل يا محمد. بس كده يبقى اي ام جوينج وكمل. كمل يا محمد. ها اي هاف بين واتشينج تي في فور 3 اورز. هاو لونج؟ صح كده. هاو لونج هاف يو بين؟ اي دي مبني بالمجهول. Return the book tomorrow. I should يا يا ليلي. You should return صح. You should return the book tomorrow. ليه يا حبيبي؟ هو if I were you باخدها should؟ بجيب معاها should؟ If I were you, I would. مش I should. ده هو بيجيب لك should يقول لك استخدم would. بص عشان لو جات لك في امتحان ولا حاجة يقول لك كده you should study hard. استخدم should بقى، استخدم would. فأنت هتقول له كده يا عمر if I were you لو كنت مكانك كما I would كده أو تكتبها عادي كده يعني would study a hard اكتب يدي اللي جنب ايه؟ لا يا حبيبتي انا يا بابا لو كاتب would كده باختصار تمام او اللي هي معناها كده يعني اللي هي ايكوالز دي. ما انت لو متابع انا بكتب ايه انا كاتبها بالقصد كده. ماشي خلاص انت هتكملي ايه؟ عايز ويل بقى. ها ويل يور ماذر ويك يو اب ام ازاي؟ ميك ويك مي صحيني انا يبقى ويك يو. اتفضلي نمبر 8 في التشوز اللي فات. يت لا يا حبيبتي دي جمله جديده دي. بص يا بابا هي قصدها ايه؟ يا ابني يا كومي احنا قلنا بعد سنس يا ليال لو جت جمله تبقى جمله باست سمبل تبقى معناها كده. انا عايز اقول لك هي لم تغادر حتى الان. يت خلصنا. اعطيني معلومه جديده بقى جمله جديده ان هي شي از ليفنج نيكست ويك. جملتين مش مرتبطين. ماي نيم از انا. بعد كده وير از هانوفر؟ فين هانوفر ديت؟ It's a small town in the state of New Hampshire. 2. What are the mountains covered with? Woods.
وات وودز هنا بمعنى ايه؟ فورست معناها غابات مش خشب. خلاص؟ What color do the leaves turn in the autumn? Red. The state of New Hampshire is in the United States of America. About 85% of forest. A lot of streams. أنهار صغيرة. مش عليك prisoner resident. عليك الستوري بتاعتك. The weather in Egypt. الطقس في مصر. الناس تفتح مكان فاضي كده ونكتب. اقرا لي وانا بكتب. طب بتكتب معايا يعني انت حلو كطالب بيكتب جميل احنا عايزين بس نشوف الافكار هتيجي ازاي Egypt has a fantastic weather هو المفروض بدل يجيب لك كلمة weather يجيب لك climate climate اللي هو المناخ فترة طويلة حالة الجو لفترة طويلة انما وذر ده طقس اليوم بيومه في الاخر في مكان فاضي many tourists come to Egypt to enjoy the good weather summer in Egypt isn't very hot isn't very hot مش زي الخليج مثلا خلاص هو حر بس مش زي الخليج isn't very hot They can the good weather خلاص summer in Egypt they can go to beaches and open places اللي هي يعني الأماكن المفتوحة تمام جناين والكلام ده خلاص in autumn it is perfect it doesn't often rain it is fine In winter, it isn't cold and cloudy all the time. في بلاد الشتاء ده بالنسبة لهم مفيش إلا شتاء. تمام؟ مفيش إلا الدنيا مغيمة، مفيش شمس، ما طلعش عليهم شمس. تمام؟ In spring, the weather really fine. Is the fine. بس كده. خلاص؟ ينبوع أو ربيع. نبع يعني. لا غلط اكيد غلط بس ناخد سؤال انا سؤال ناقصه حاجه هو مهم ازاي يا ابني؟ ورم كلوز يا ابني يعني الضوء تمام الضوء مهم ليه؟ فانت في الايام الشتاء
تمام، تشويز وورم كلوزز مش ملابس بيضاء، وورم كلوزز ده الصح بتاعها. انت مالكش دعوه انت بتلبس ايه، الشروط يا بابا ازاي. في حاجه اسمها دريس كود، دريس كود للشتاء تلبس ملابس غامقه عشان تاخد اكبر قدر من الضوء تدفي جسمك. ما هو عموما هلبس ايه يعني، خوذة، هلمت خوذة، يعني انا همشي في الشارع بخوذة عشان الشتاء عشان الضوء؟ لا يا بابا، دي للحماية، هلمت للحماية. ما علينا، احنا شطبنا بقى السؤال خلاص. لا، I go to school on foot. مين؟ سلمى. How do you go to school? This is Ahmed's camera. Layal. Whose camera is this? لا، ما ينفعش. أداة الملكية، سؤال بالملكية. Whose؟ Who is؟ يخرب بيتك، ليه اللفة الكبيرة دي؟ ما أنت بتشيل، بص يا حبيبي، بتشيل صاحب الملكية تقول Whose كذا is this؟ انت فين يا ابني؟ ما ينفعش وات؟ هدير went to Aswan. ماشي، يلا يا جد. Where did هدير go؟ ماشي. Yet it's a photograph of my town. هتقول يا دود هو صورة يا لا. What what is this? It's a photograph of my town. سأله سؤال، قال له next to the library. سؤالك هيبقى يا إبراهيم، كومي ايه؟ لا مش وير. ومش ده كان واجب؟ طب تقرا ايه لسه يوسف؟ لا احمد عمر. هقول لك ليه. ها what what is this next what is على طول ماشي. What is next to the library؟ ايه اللي جنب المكتبة؟ قال له next to the library that's the cinema. دي السينما حبيبي، مش هتنفع لك كده. طب ليه؟ انا بسأل عن الشيء. مستر واد ابنك كتبت where is the cinema؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ هقول لك where is the cinema، طب وبعد كده اقول لك next to the library that's the cinema؟ لا، what is next to the library؟ ايه اللي جنب الايه؟ فانا اقول لك قصدك اللي جنب السينما، اللي جنب اللايبراري. اه دي السينما يا ابني، كلام بيبقى كده. تمام يا مستر، شكرا. there a post office؟ يوسف غانم، يوسف غانم. ها طب هتبقى ايه قدامك اهي؟ يعني ايه؟ ابتدي there is، سؤال بيقول لي is، انا اقول له there is اللي هو اهو انت يعني، ولا اقول له yes الاول؟ yes there is. احمد عمر where is your school؟ وبعدين لو قلنا it's next to the cinema، اي حاجه بقى، اي مكان، the market، the bank،
يوسف. You don't need to bring any food to the sports. أي حاجة مكان. Behind ماشي. مش هتفرق يا حبيبتي. أنا مش ماسك الخريطة يعني. You don't need to bring any food to the sports. إيه يا ابني؟ كام؟ معسكر. My mom gives me a nut to eat after school. Snack. خلاص. The film was A. I didn't enjoy it at all. إيه؟ ده بيقول لك was. لا مش scared. Awful. سيء. Someone will eat the smoke. See. Five. She usually. يلا يوسف. يا عمر. بص في ورقتك. She usually finishes their work on Saturday, but this time she is late. ماشي. If Adil doesn't play rugby, he will watch. Well, والتانية will معاه مصدر طبعا. رحال. They have ate the food and it's on the table, ready to eat. مزح سنة. ايه؟ أني واحدة دي؟ تانية. يعني هاف والمصدر. انت بتاخد هاف والمصدر انت؟ امال هاف ايه؟ prepared. امير has ايه the piano since المفروض اميره مثلا since she was 5 years old. has ايه؟ played. ناين. مين ده؟ محمود. We are there. We have been ايه؟ work. have been ومصدر. الله يخرب بيتي. working يا ابني. has و have و been و I N G. اغنيها لك؟ I have just كمل. محمود ده متطور خالص هو وعلي ومازن كانوش كده اصلا خالص يعني. ها I've just مازن ده ما كانش بيعرف الالف وكوز الدور اصلا صح على مازن فاكر يلا ها بقى سوبر ستار اهو خلاص ماشي خلاص نسيب الحس بقى ونقعد نشكر فيك طيب ها I'm just a done gun قصدي gun يا عمي ماشي انا نظري ضعيف يا يوسف حبيبي يا يوسف والله two مازين I will eat fish for life برضه دي مش عليه مبني المجهول كمل يا مازن I have been studying English since I was 5. Have you been studying English? Ali. Adil hasn't written to me for 3 years. 23 ها hasn't يلا خلاص هو فاهم فاهم hasn't written ها since 2020 طيبين يا جماعة the baker would stop selling bread if the oven was out of work not the baker wouldn't stop selling
if the oven worked. الحمد لله. If the oven worked، اجيب ماضي بسيط بقى، worked على طول، بدل ما اقول wasn't out of work، لا اخليها worked وخلاص. مستر صفحة كام عشان انك طلعني؟ 128. تعرضوا القطع في البيت؟ ماشي. The story goes that some time ago، قصة من وقت قريب، a man punished his three-year-old daughter for wasting a roll of gold wrapping paper. فقدت رول من الورق المذهب، ورق مذهب، رابينج يعني رول، رول ورق. هنا جولد مش معنى رول ورق مصنوع من الذهب، لا مذهب، واخد لون الذهب يعني. Money was tight and he became infuriated. Money كانت بالنسبة له قليلة وأصبح غاضب. When the child tried to decorate a box with the gold wrapping، الولد جاب الورق الذهب ده المذهب ده وبدأ يزين الصندوق. Nevertheless the little girl brought the gift to her father the next morning and said، جابت له بقى الهدية تاني يوم. الشايلد ده كان بنت وبتقول له ايه، this is for you daddy. The man was embarrassed، كان محرج، by his earlier overreaction، بالرد الفعل المتزايد يعني. But his anger flared again، غضبه ظهر تاني، when he found out the box was empty، البت عطلو الصندوق فاضي. He yelled at her، زعق فيها، stating، don't you know when you give someone a present there is supposed to be something inside، ان المفروض يكون فيها حاجه جوه. The little girl looked up at him with tears، يعني بدموع، in her eyes and cried، oh daddy it's not empty at all، I blew kisses into the box. The yarrow blew. قعدت تبص في الصندوق، يعني على مدرسة الصندوق، وقعدت تبص فيه لابوها يعني. والله يعني ماشي بس البنت اشتغلته اشتغلها حلو. Why did the man punish his daughter؟ يبقى for wasting a roll of gold wrapping paper. قعدت تلف ورق ياما. بعد كده how old was the daughter؟ she was three. بص بقى انت تكتبها كده، she was three years old. طيب مستر يعني صغيرة ومش فاهمة ليه كل ده وليه زعلها؟ بروح اقول له what do you learn from this story؟ اللي هو not to get angry quickly، ما غضبش بسرعة. I should listen first، يجي الأول أن إيه، أستمع. The box was empty، the girl brought gift، the gift was kisses. مش علينا دي. Helping at home، تعرف تكتبه عن رحلة؟ تعرف يا حبيبي؟ لا في العادي تعرف تكتب عن رحلة لو ما جابلكش أفكار. Family ironing windows washing up sweep floor feed laundry، ده helping at home. يا ترى الزمن اللي اكتبه هنا ايه؟ present ولا past؟ present. present simple. ليه present simple؟ لان هو بيقول لي المساعده في البيت، انا ما بقولش ان انت ساعدت في البيت، يبقى هنقوله كده. I live with my family in a big flat. We
help each other. ساعد بعضين. Mom cooks أو mom looks after. Looks after يعني تعتني بي. Looks after us. She cooks and studies with us. I sometimes do the washing up. Washing up اللي هو الغسيل يعني الاطباق. Dad does. مش هو بيقول لك I do، انا بفعل the laundry مثلا. طب dad اقول do ولا does؟ does هنا does مش فعل مساعد، معنى يفعل، يقوم بفعل. Dad does the ironing. المكوى، المكوى بيكوي. Mom dusts. Dusts ينظف من التراب. Dusts the windows بتنفضهم يعني. My sister الغسالة بقى. My sister sweeps the floor. We all feed the pets. مربين بقى حيوانات أليفة وبتاع. يلا للأسف، يلا للأسف. Laundry. I do the laundry. وأنا اللي بغسل. ايه مين قال لك ان اللي ما بيعملش حاجه ده شخص حلو يعني؟ بالعكس، ده اكتر واحد هيطلع ناجح في حياته اللي بيشارك في شغل البيت. انا والله بشارك برضه، لا والله انا بشارك في البيت وبره، تكنس وبمشي. تكنس وعادي وتمسح كمان و... ايه المشكله يعني؟ وانت بتساعد مين؟ مش بتاعك ده، بتاع ماما. لازم كل حاجة بتتعمل كل واحد يكون له دور فيها. يعني هو يجيب فلوس انت تصرف، ده دورك. يعني بابا جاب السرير انت بتنام. Mom is cooking dinner now. زي مثلا المذاكرة في الدراسة. ذاكروا يا شباب. يلا يا هيمة. هيما ماشي، اتفضل حل يا ابراهيم. يا ابراهيم يعني هيبقى عايز منك ايه يا ابراهيم؟ حل يا هيما. عسل. واتس فعلا. واتس يعني واتس ده عطس. واتس مام دوين. What's mom اللي هي what is يعني mom doing a now. كمل يا هيم. عادي عادي. What is mom cooking in now؟ لا في حاجة اسمها ماما بتطبخ امتى؟ فأقول له بتطبخ دلوقتي. كمان هو عمال يخاف. لو قلت ماما بتطبخ امتى ديت هتقول لي when does mom cook. انما انا عايز اعرف دلوقتي هي ماما بتعمل ايه. ماشي. don't be a donkey. dad visited London last year. كمل يا هيم. when did did when did dad did dad 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 visit London. visit London. عمر افرض الملزمة هتحل معاك المشكلة دي على فكرة.
او اكتب من جوه شويه. He will start his new job next week. Thank you, Mr. Hema. Now I need إياد أيمن. يلا إياد. وين؟ ها؟ هو بيقول إيه؟ وين يا مستر؟ وين ليه؟ هو حاطط لك خط عند نيكست ويك. جانا والعيال. وات يا حبيبي؟ وات وات ويل وات ويل يا يا ده انجز ماشي بس هي ستارت ماذا سيبدا ماشي بس هو نقوله وات ويل هي دو يا حاج اياد وات ويل هي دو نيكست ايه ويك يا جماعه دايما فيرب دو ده بيساعدك في السؤال سواء كفعل مساعد ولو فعل اصلي تقول يفعل انت عايز ده بيعمل ايه يبقى تستخدمه فعل اصلي تمام language ماشي good afternoon Rania hello no sir nobody phoned محدش اتصل هنا اكرامي ازيك يا هنا الحمد لله عامله ايه يا هنا فين إيه؟ الغيبه دي يا هنا كل ده كنت فين ماشي بس والله انت كان في مشكلة طيب ماشي نقلته خلاص استقرته الحمد لله الحمد لله على السلام بيقول لي جود افترنون رانيا سأله سؤال قال له نو سير نو بادي فوند يعني ايه نو بادي لا ثانية المفروض بقى طبعا يبقى سؤالنا did any body السؤال يبقى any nobody في الجمل الإجابات إنما في السؤال anybody did anybody phone كده كتبها كده يا بس أو الأصح بقى has any one phoned هل في اتصالات؟ هل حد اتصل لحد دلوقتي يعني؟ خلاص المفروض يبقى السؤال كده No sir, nobody phoned us but إيه؟ قال له مستر علي كيم يبقى الجملة إيه but إيه؟ But Mr. Ali came. Hello, your mobile was not responding. Don't worry, sir. ما تقلقش. يبقى سؤالي بإيه؟ يلا يا مريم نوام. Mr. Ali came. دكتور سترينج ها يا مريومة مين عارفها؟ قول مش عارفة مستر ايه اللي واي مش هو بيقول لي بيكوز بص يا حبيبي بص يا بابا افهمك انا موبايلك ما كانش بيستجيب ما تقلقش يبقى اقول له كده طب ما قلتليش ليه why didn't he or you call me ليه ما اتصلتوش عليا
Why didn't you call me? طب ما كلمتونيش ليه؟ موبايلك ما كانش بيرد. He said, هو قال, he will come again. When will he come? Tomorrow. يا عمر, tomorrow. عمر اللي فاهمني. Just. مروان خضر. على اني ما قلت لحد الاخر ها ات لاست ده كان ابني وهو صغير كان يقول تومورو ات لاست ذا بوت هيت سام روكس نير ذا ريفر ما انا قلت ريفر بانك ايه باك بانك يعني ايه يا ابني باك اخر واحده نهر باك ظهر النيل كان في صخور قرب ظهر النيل يعني انا ظهر النيل يقول لي ورش لي تحت كده والنبي بانك ضفه يا مروان يمين شويه عند اسوان كده I like snorkeling more than diving. I don't like going too deep in the water. كمل يا مروان. أو اهرش يا مروان. But. ماشي. لا. Because يا مروان. مروان مالك. يا مروان. وبيقول لك انا مش بحب الغطس لان انا ما بحبش لان انا ما بحبش الزبل عميقا يعني ما بحبش الزبل عميقا السنوركلينج ده قريب لسطح الميه يعني بالانبوبه وكده عادل really like the children ها ideas بحب افكارهم four thank you ملك الخولي We also tried the traditional e-food and I enjoyed it a lot fantastic of the festival شفتي التسرع هيوديكي فين five اهدي كده وحلي انت شطورة تامر A designing a bike. لا صراحة مش عارفة دي يا مستر. suggested اقترح مش عليك. لا احنا علينا verb suggest. suggest ده بيجي بعده ing يقترح. I'd A to see Layla too. قولي دي بدلها I'd Like. Thank you. Yusuf Zaghloul. تمام بس مستر ما جبتش. مين؟ هنا إكرامي؟ حاضر يا هنا. لسه ما جبتش. حاضر يا هنا. If she goes to the moon, she will take. Amira has played the piano since she was 5 years old. Played. أنا إكرامي. Is played because she is a talking to Emma on the phone. ثانية حبيبي يا ترى نقول شيز ده اختصار بين بين
ننطقها بقى ازاي؟ شياز شياز. ثانية واحدة هضرب اياد بس تامر. يكمل خلاص خلاص. ايوه شي ايزي يا بابا. اجيب بعدها فيرب اي ان جي على طول او صفه. اصبر اصبر اصبر. انما شي كده انت قصدك مختصره يعني نفس الفكره برضو اهو. هجيب بعدها فيرب اي ان جي على طول اهو. ما هو اصبر لو شي مختصره كده لقيت بعدها تصريف ثالث او لقيت بعدها بين وفيرب اي ان جي تبقى دي هاز يعني ابوستروف اس واي ان جي يبقى دي از. ابوستروف اس وبعدها تصريف ثالث يبقى دي هاز. ابوستروف اس وبعدها بين وفيرب اي ان جي هاز برضو. انا مش هينفع اقول شي از ا كار مثلا صح؟ هو ينفع اقول شي از ا كار ولا شي هاز ا كار؟ شي هاز ا كار. يبقى ساعتها ده اختصار لايز ولا لهاز؟ لهاز. يعني ايه؟ تملك اه. ازاي؟ ده لو يعني ده لو. انما هو المفروض فعل ما اختصروش. انا اختصر الافعال المساعده. They'll see the fire eater. الاول واحده our school was broken into. دي مبني المجهول مش عليه. They'll see the fire eater. طبعا they will not. I won't. Two, I hope to travel around the world. هتبقى هي هنا إكرامي. ثانية. I hope to travel around the world. I will travel. I will. Travel around the world. She makes us some tea. مش علينا مبني المجهول. You have just broken my watch. She. طبعا she هتبقى ايه؟ She has just broken my watch. Five. Stairs. ياسين. ياسين سليمان. How long? عندي يا حبيبي. اه دي غلطة غلطة غلطة. Have. Have. How long يا ياس؟ انا ياسين يا مستر. انا بقول لك يا ياس اهو. انت قلت ايه؟ How long has they been playing ولا ولا صلحنا has have صح صح. Have they been playing football? انت بتكتب يا احمد عمر؟ كتبت كل ده؟ يعني كتبت اللي فوقيها؟ كاتب اللي فوقيها؟ هو كاتب اللي فوقيها؟ ما كتبش اصلا. كاتب الرابعة؟ أساس صح؟ أفهم بقى ليه؟ أفهم ليه؟ مش كاتب ليه؟ إيه؟ إيه؟ أيوة طب أنت ده مش حللها ليه؟ بقى حللت دي ما إحنا حللنا. أنت بقى مش كاتب ليه؟ إيه؟ طيب الحصه فكر ده كله تاني ماشي.
انت واقف ليه؟ ده كان واجب صح؟ ها؟ طب ده اهو مش محلول واجب، مش المفروض بقى تيجي تراجع معايا؟ يعني تكلم انك تيجي تراجع معايا؟ ايه ده؟ فين بقى اللي انت بتحله تاني ده؟ فين ده؟ احنا مش حالين ده؟ وجالبين ده؟ وده؟ ايه ده؟ فين بقى اللي هتحله تاني امتى ده؟ فين ده؟ فين ده؟ فين بقى اللي بتحله بعيد تاني ده؟ ايه ده ان شاء الله ده؟ انت اتعرفت؟ انا الملزمه دي هتشوفها اهو، هتجيلي بيها بكره. انا قلت لك انت، انا هوجله كلامي هو خلاص ليه هو. ماي نيم، وعلي ده ورانا ورانا في كل حته، عرفنا في كل حته كده. ماي نيم از علي، لاست ويك مستر يشرح يقول علي، هو في قطعه لا يا علي، في اول ديسك لا يا علي. ماي نيم از علي، لاست ويك I went walking in the forest with Kareem and Tariq. It was a beautiful day and we set up early. طلقنا بدري. We walked all morning and saw a lot of different birds and animals. By lunchtime, we were really hungry, so we started looking for somewhere nice to sit. بقينا نشوف مكان كويس نقعد فيه. By the time we came to a waterfall, وصلنا لشلال, where we stopped to have lunch. As soon as we had eaten, it was very hot and the water looked very inviting. المياه كانت يعني inviting ديت اللي هي ايه؟ هو invite يعني يدعو. يعني كان منظرها خلاب لينا يعني، ان هي تخلينا نروح عندها يعني جذابه. والجذاب بيروح النار. We took off our boots and rolled up our trousers، شمرنا يعني. But شمرنا. شمرت ايه؟ ما تعرفش شمرت هدومك. But after a while طارق stepped in the water، نزل في الميه. He slipped اتزحلق and fell over اتكعبل. اتشقلط يعني، when fell over ده اتشقلط. He was badly hurt and couldn't walk. Where did Ali go walking? He went walking in the forest with Kareem and طارق. With whom did he go? With Kareem and Tariq. خلي بالك لما تلاقي with whom يعني مع من. With whom. Where did the children have lunch? امتى امتى اتغدوا؟ بس where we were really hungry. By waterfall. جنب شلال. The children saw a lot of different birds and animals. It was very hot and the water looked very attractive. The underlined pronoun here refers to Ali. لا مين مين الكعبل؟ خط تحت مين؟ طارق. طارق. بيقول لك طارق هو اللي خط في الميه. بعد كده طبعا ماشي سكول اكتيفيتيز ده نكملهم بقى المره الجايه. لا انت هتنضرب الاول، انت بتسمعني المره اللي فاتت. ها خدت بعضك ومشيت. جايب كام النهارده والمره اللي فاتت كده؟ من كام؟ المره اللي فاتت، المره اللي فاتت جايب كام يا هاي؟ قاضي يا حبيبي 131 و2. قاضي يا بابا انا بقول هسمع التسميع دلوقتي و4 لغايه 4. مستر ممكن اطلع عشان عندي تمرين؟
اتفضل اللي يطلع يطلع، اتفضل. خلصنا دي.